النيابة العامة تفعل بدائل عقوبة البحث البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل. أعلنت النيابة العامة أنه في إطار حرصها على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوم عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم. يأتي ذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع أوتات الإجرام وأرباب السوابق، تخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز. أيضا المستشار الدكتور مصطفى نصر الله أستاذ القانون عضو اللجنة القانونية للحوار الوطني، مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذنا، مساء النور، تفضل. سيادة المستشار، يعني الحبس البسيط هو اللي مقصود إن هو غير مشدد؟ يعني الحبس البسيط اللي هو بيتكلم عن الحبس الاحتياطي. ده اسمه الحبس البسيط؟ ده الحبس البسيط. ده الحبس الاحتياطي. فإذا كان الحبس الاحتياطي ده أقل من، يعني لا يتجاوز 6 شهور، فممكن نشغل المحبوس الاحتياطي ده خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. يعني بيشتغل إيه بقى؟ يشتغل حاجة تناسبه مثلا ساعي على حسب مؤهله؟ على حسب هو بيعرف يعمل إيه، يعني عنده مثلا مهنة، عنده صنعة، فبيوجهه في المكان اللي هو هيقدر يفيد فيه، بدل يعني ما يبقى فيه حبس داخل مش هيستفيد منه بأي حاجة خالص، لا هيقدر ان هو الحبس البسيط مش هيضر التحقيق او مصلحة التحقيق، مش هيضر خروجه، مش هيأثر على القضية، فيبقى هنا انتفاء مبررات الحبس، اقدر ان انا اخرجه بدل ما احبسه لمدة شهر شهرين ثلاثة، اخرجه يشتغل برة على ذمة القضية. يعني هو بيروح بيته اخر اليوم؟ بيروح بيته عادي. طب ده حاجه عظيمه، ده بديل قوي جدا بعد ما اثير حول الحبس الاحتياطي في التعديلات الاخيره يعني. طبعا. طب ايه تاني من المواد اللي سيادتك شايف انها مهمه وبيتم تفعيلها كبدائل للحبس الاحتياطي وفي نفس الوقت لمسانده المواطن يعني؟ هو بالنسبه لقانون الاجراءات الجنائيه الجديد سبق واتكلمنا عليه، هو في حاجات كثيره جدا لسه على اجنده النواب، يعني ما زالت تحت قبة البرلمان، في بعض اتوافق عليها وفي البعض لسه ما توافقش. احنا اللي خصنا دلوقتي اللي هو المادة 18 من قانون العقوبات بالنسبة للنيابة العامة، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية اللي هي، والمادة 520 بعدها في تعديل تاني، المادة 520 ان هو يقدر يطلع المحبوس احتياطي خارج محبسه ويشغله في شغلانة تفيده أو تفيد المكان اللي هو فيه، بحيث إن هو يقدر يستفيد منه وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه تأثير على القضية. في تاني يعني كان في التقاضي على درجتين، ده بالنسبة للمتهم بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ده تم تنفيذه وتم العمل عليه وفي جلسات ليه، بدل ما يبقى الحكم نهائي بات أصبح الحكم عليه استئناف وبعد كده عليه نقض. طبعا هو عمل تجديد الاونلاين، ده برضه فاد كتير جدا من المحكوم عليهم، بدل ما يوفر عربيات الشرطه والمأموريات والكلام ده كله، في نفس الوقت بيبقى المتهم موجود. طيب اخيرا يا فندم، عايز اسال سعادتك عن توصيه لرئيس الجمهوريه لما عرض عليه تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه بانه الدوله تعوض اللي حبس احتياطيا بدون وجه حق او اللي خد براءة بعد الحبس الاحتياطي، هل في خطوات عملية في هذا الشأن؟ هي حاليا كانت في بادئ الامر كانت للمحكوم عليهم سياسيا، كانت في دوائر في محكمة جنوب القاهرة كانت بيرفعوا تعويض عن مدة الاعتقال او مدة الحبس بدون وجه حق، يعني في فترة كده كانت فيها قانون الطوارئ شغال، في الفترة دي كان في بيتنفذ عليها، إنما حاليا لسه لما يتصدق على القانون بشكل رسمي هيبدأ التفعيل، إن هو أي حبس احتياطي أنا اتحبست على ذمة قضية شهر اثنين ثلاثة حتى لو أسبوع واحد، هقدر إن أنا أرفع قضية تعويض على الدولة وأتقاضى مبلغ عن الفترة اللي أنا اتحبستها ظلم أو بدون وجه حق. بدون براءة، يعني لو أخدت براءة. بشكرك جدا سيادة المستشار الدكتور مصطفى نصر الله
أستاذ القانون عضو اللجنة القانونية بالحوار الوطني.